مرحبا حبايب القلب. فيديو اليوم له علاقة بكرة القدم. أنا جاي على دورتموند خصوصي مشان نزور متحف كرة القدم. راح نزوره مع بعض هلا، لأنه أنا صراحة قبل هالمرة ما جيت زرته، فهلا رايح زوره، حاب آخذكم معي. يلا مع بعض. ليكو التيكيت حقه 19 يورو اللي بده يجي يزور المتحف هون. هي قالت انه بدك حوالي 3 ساعات لحتى تغطي كامل المتحف، بس انا راح اطلع حوالي، انا معي شي ساعة ونص تقريبا، راح احاول اغطي كل شيء بساعة ونص. طبعا هاي اول دخلة المتحف، وهاي المنتخب الألماني وقتها مع أسمائهم.2014 waren wir fokussiert, konzentriert, extrem teamorientiert. Diese Erfahrung von Schweinsteiger, Lahm, Klose in den entscheidenden Momenten, die war vorhanden. طبعا يا جماعة، هون كله الكوس اللي اخذوه المنتخب الالماني، حاطين هون المتحف، كل واحدة عليها تاريخها وش قد من ايمت اخذين هالكأس هاد ومين اللي اخذه. طبعا راح نكمل الاجواء كمان.
طبعا هون احنا خلصت، نازل على الملعب الداخلي بالمتحف. هون حبايب القلب، هون لهون لحد هون وصلنا لنهاية الفيديو. كان جولة كتير ممتعة بالمتحف صراحة، حسيت حالي جوات ملاعب كرة القدم. راح شوط فوقي الأخيرة ونخلص. إلى اللقاء في فيديوهات جديدة.